اتولد حسن البنا في قرية اسمها شمشيرة تبع مركز المحمودية في محافظة البحيرة المصرية، وكان الكلام ده في 14 أكتوبر سنة 1906. أبوه كان الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا، كان مأذون وإمام مسجد، وكان بيشتغل كمان في تصليح السعاد. البنا من وهو عنده 12 سنة، يعني كان لسه في سنة 6 ابتدائي، كون جمعية مع أصحابه كان اسمها جمعية منع المحرمات. وهو عنده بقى 13 سنة، يعني في سنة 1919، سافر دمنهور اللي هي في قلب برضه محافظة البحيرة عشان يدخل مدرسة المعلمين هناك. المهم في الفترة دي حط في الخلفية عندك ان مات الشيخ محمد عبده سنة 1905، واستلم الراية من بعده تلميذه النجيب اللي من اصل لبناني محمد رشيد رضا. خد بالك احنا قلنا قبل كده ان الشيخ محمد عبده ليه اراء مخالفة يعني كتير في مسألة الحجاب والنقاب وغيرها، بس ده ما يهدمش تاريخه يعني وما يخليناش نديله حقه ومكانته العلمية. المهم ان البنا خلص في دمنهور وطلع على القاهرة سنة 1923، ودخل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. قبلها كانت الحرب العالمية الاولى لسه خلصانة في اواخر سنة 1918، وعلى اثرها سقطت الخلافة الاسلامية على ايد مصطفى كمال اتاتورك في نفس السنة اللي وصل فيها البنا للقاهرة اللي هي سنة 1923. عنها وبدأت مظاهر الحضارة الغربية تنتشر في مصر بشكل غير مسبوق، وانتوا عارفيننا كعرب يعني بسم الله ما شاء الله لما بنحب نقلد الغرب بنقلد في الشمال. بس اعلانات الخمور في الجرايد عادي، اتفتحت في مصر بيوت الدعارة واخدت تراخيص كمان، معلش ملهاش صورة دي، وملاهي ليلية بقى وكباريهات وليلة كبيرة قوي. وقتها كان حسن البنا في الكلية بتاعته في القاهرة، وكمان الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده اللي ساب لبنان وجه استقر في القاهرة. اتأثر حسن البنا بقى بفكر محمد رشيد رضا اللي كان رافض المظاهر الغربية دي، ومبدأه ان الاسلام ده مش في المسجد بس، الاسلام ده اخواننا دين ودولة، ولا بد من عودة الخلافة الاسلامية مرة تانية. خلص البنا كليته وكان الاول على دفعته في الاربع سنين دراسة، وفي سنة 1927 اتعين حسن البنا مدرس في مدرسة الاسماعيلية الابتدائية. كانت فين المدرسة دي يا مؤمن؟ في محافظة الاسماعيلية. مدرسة الاسماعيلية في محافظة الاسماعيلية. ما تركز يا واد عمي. البنا شاف ان الناس اللي جاية تسمع خطب في المساجد دي خلاص دول ناس عارفين طريق الدين فين، بس في ناس تانية على القهوة ما جربوش يروحوا للدين ده عشان يسمعوا بيقول ايه. فحسن البنا قرر انه يوصله لهم دليفري لحد عندهم، وبدأ البنا دعوته في ثلاث قهاوي في الاسماعيلية سنة 1927، يعني في نفس السنة اللي وصل فيها الاسماعيلية. ومش بس القهاوي، ده كان بيدعو وهو راكب الاوتوبيس، وهو في السوق بيجيب الاكل، وفي اي مكان يروح. سواء كنت انت مختلف مع البنا او متفق معاه، فحتى اعداء البنا وقتها يشهدوا له بذاكرته القوية جدا جدا، لدرجة انه كان بيسلم على الناس في الشوارع وفي القهاوي باساميهم واحد واحد ومن غير ما ينسى اسم. لا ده انت ممكن كمان تلاقيه بيسالك عن جارك اللي كان بيرخم عليك الشهر اللي فات عملت معاه ايه، حوار انت نفسك ممكن تكون نسيته بس هو لسه فاكره. الموضوع ده تحديدا وفقه وعلمه خلاه يقرب من الناس بشكل كبير في وقت قريب جدا. خد بالك كل ده والبنا كان عنده لسه كام سنه يا مؤمن؟ 22 سنه بس، شاب مدرس مثقف شيك. كان حسن البنا بيهتم بمظهره جدا على فكره، فكان لما بيتكلم يتسمع. وفي 23 مارس سنه 1928، يعني بعد ما بدأ دعوته بسنة واحدة بس، كان قاعد مع ست انفار كده من الناس اللي اقتنعوا بدعوته ومشروعه، فقالوا له احنا اعدادنا بتزيد وكلنا اصحاب فكرة واحدة، فلو حد وقفنا في الشارع وسألنا السؤال الشهير ده هنقول له ايه؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ البنا قال لهم احنا كلنا اخوة في الله وكلنا مسلمين، فبكل بساطة اذا نحن الاخوان المسلمون. وكانت دي مؤمن اول شعبة تكونت في جماعة الاخوان المسلمين. وخرج بعدها البنا ينشر دعوته في المحافظات اللي جنبه زي بورسعيد والعريش مثلا. وبعد اربع سنين دعوة الشعبة الواحدة اللي في الاسماعيلية بقت 10 شعب في منطقة القناة. وسنة 1932 قرر حسن البنا انه ينقل دعوته في المركز الاكبر في قلب القاهرة. وبعد اربع سنين كمان يعني في سنة 1936 العشر شعب بقوا 50 شعب، لدرجة ان الملك فاروق لما استلم عرش مصر استقبلوا الاخوان المسلمين في طابور على شريط السكة الحديد، اوله في اسكندرية واخره في القاهرة. انتوا متخيلين العدد؟ وده كان اول استعراض قوة للجماعة، وكان في نفس الوقت تطمين للراجل الملك اللي لسه جاي جديد ان احنا معاكوا كده. في نفس السنة تقوم الثورة الفلسطينية الكبرى، وتبدأ معاها اول طلعة خارجية للاخوان، جمع تبرعات وارسال امدادات وسلاح وشباب للجهاد كمان. وبما ان فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الوحيدة وقتها، وكانت كل انظار العالم الاسلامي والعربي متجه لهناك، فبدأت الناس تسأل نفس السؤال الشهير، انتوا مين؟ انتوا مين؟ بس يا مؤمن في خلال الثلاث سنين بتوع الثورة دي اتضعفت شعب الجماعة من 50 الى 300 شعبة في السودان وسوريا ولبنان وفلسطين، وده كان كبداية بس يعني. هنا بقى الجماعة دخلت في مرحلة تانية خالص، بدأ البنا ياخد من شباب الجماعة ويكون فرق الرحلات والجوالة، وكان بيعمل بيهم كمان استعراضات في المناسبات في قلب شوارع القاهرة بمنظرهم العام.
عسكرية، وده اللي كان النواة الأولى لظهور التنظيم المسلح. يا عم عبد الله تنظيم مسلح ايه؟ الله يبارك لك، ما تظبط كده يا عم. لا يا عم، كان في تنظيم مسلح. احنا اتفقنا هنا ان احنا بنقول الحقيقة زي ما هي من غير مجاملات. خد انت بقى اللي تحبه وسيب اللي ما تحبوش. التنظيم المسلح ده انشأه حسن البنا وسماه التنظيم الخاص، وكان خاص لدرجة ان باقي افراد الجماعة اللي مش في التنظيم الخاص ده ما كانوش يعرفوا عنه حاجة. التنظيم المسلح ده عملياته كانت بتستهدف الاحتلال الانجليزي، الكباريهات اللي بيسهروا فيها، القطارات اللي بتنقلهم، معسكراتهم وكده يعني. في الوقت ده كان الحزب الحاكم في مصر هو حزب الوفد، ومع ان في ملك ورئيس وزراء ووزراء وشخصيات تقيلة في البلد، الا ان مجلة المصور اللي من اشهر المجلات في الوطن العربي وقتها عملت استفتاء على رجل العام، وده كان سنة 45، واكتسح فيها حسن البنا كل الموجودين، وهنا بدأت تدق اجراس الخطر. طبعا عداء الوفد الظاهر للراجل اللي بيهدد وجودهم بقاعدته الشعبية الكبيرة اللي عمالة تكبر كل يوم، حتى الملك نفسه لما شاف دور الاخوان في الاحداث اللي حصلت في اليمن سنة 48، وازاي ان هم بقوا قادرين يغيروا نظام في دولة في يوم وليلة، وكان بصراحة في نية حقيقية لإزاحة البنا وجماعته عن المشهد، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي قناة السويس الجديدة، تقوم حرب 48 بعدها بكم شهر في فلسطين، وتطلع كتائب الإخوان المسلحة بالتنسيق مع الدولة وتنضم للجيوش العربية، فاللي هو مش وقت تصفية حسابات خالص يعني. التنظيم الخاص المسلح ده كان ليه ترتيب معين، حسن البنا شخصيا كان تحت ايده 5 أفراد بس، والخمسة دول كل واحد مسموح له يكون مجموعة من 5 أفراد موثوق فيهم بس، وكل 5 من اللي تحت كل واحد فيهم برضو يكون 5، والخمسة كل واحد يكون 5 بعدد غير محدود وغير نهائي، فيبقى حسن البنا تحت ايده ناس ما يعرفهمش، وفي ناس برضو في التنظيم ما تعرفش مين هو القائد الاعلى، ولكن يجي الامر من فوق من البنا يبقى كل دول تحت التنفيذ. والنظام ده كان حلو في ان لو مجموعة من دول اتقفشت 5 أفراد مثلا يبقى حافظ على الباقي اللي هو باقي الكيان، وزي ما النظام ده كان كويس ومحكم من حيث التنظيم، ولكن كان ليه وقعات كده، والوقعات دي هي لدة الخيط او اهدة الوفد والدولة حجة القضاء عليه. البنا وان كان هو زعيم التنظيم الخاص وهو المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين وكلمته هي المسموعة، الا ان التنظيم نفسه كبر وتشعب لدرجة انه بقى صعب شخص واحد يسيطر عليه حتى لو كان حسن البنا نفسه، وكانت العمليات الفردية الغير محسوبة من اشخاص من جوه الجماعة ومن جوه التنظيم. كان في قاضي اسمه احمد بيك الخزندار، القاضي ده كان حكم على خلية اتقفشت من التنظيم الخاص ده بالاشغال الشاقة المؤبدة، وفي 22 مارس سنة 1948 يعني بعد الحكم بايام، الخزندار طلع من بيته ورايح شغله، طلع عليه حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم من الاخوان، وادوله 6 رصاصات انتقاما منه بدون ما يرجعوا للبنا او يرجعوا لحد في التنظيم، جابوا اجل. وفي 19 نوفمبر في نفس السنة اتقفشت عربية جيب فيها اسلحة ومتفجرات في قلب القاهرة، كانت بتخطط لتفجير السفارة البريطانية والامريكية لدعمهم الصهاينة في 48، وفي 4 ديسمبر من نفس السنة كان في مظاهرة في جامعة القاهرة، ودخلت الشرطة عشان تقمع المظاهرة كالعادة، فاتقتل فيها اللواء سليم زكي حكمدار شرطة القاهرة، واللي شال الليلة طالب من طلبة الاخوان. وبكده يا مؤمن الحكومة بقى عندها ما يكفي عشان تاخد القرار اللي ياما طال انتظاره. بعدها بيومين بس قرار من الدولة باغلاق صحيفة الاخوان المسلمين، وحاول حسن البنا انه يعمل اتصالاته بالحكومة او حتى الملك نفسه علشان يتدارك الموقف، بس ما حدش رد عليه. وفي 8 ديسمبر سنة 1948 اتصل واحد اسمه عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية بحسن البنا، وقال له في اخبار كويسة هتتذاع النهاردة بالليل، وكان من عادة المصريين وقتها ان هم يتجمعوا عند الراديو لما يكون في قرارات ملكية او غيرها من القرارات المهمة، وفعلا اتجمع عدد كبير جدا من الاخوان وقيادتهم في المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة قدام الراديو، والساعة 11 بالتمام والكمال يا مؤمن كان الخبر اللي نزل عليهم كالصاعقة، الامر الصادر من الحاكم العسكري رقم 63 لسنة 1948 بحل جماعة الاخوان المسلمين ومصادرة كل اموالها وممتلكاتها. وهم لسه بيسمعوا القرار اتحاصر المبنى كله من الشرطة واتقبض على كل اللي فيه، وما سابوش في المبنى كله غير واحد، حسن البنا شخصيا. فالبنا راح عند البوكسات، ايه يا جماعة انتوا ناسيني ولا ايه؟ انا حسن البنا انا معاهم. فمحدش رد عليه وسابوه مش. البنا فهم كده الليلة وعرف ان حياته في خطر، فراح مقدم مذكرة لرئيس الوزراء، كان بيطلب في المذكرة ترخيص سلاح شخصي ليه وتعيين حارس عشان يخلي باله منه، ولكن طبعا الطلب اترفض. من الطبيعي طبعا ان الطلب يترفض، لان رئيس الوزراء اللي هو قدم له الطلب هو الحاكم العسكري، وهو هو الزعيم الوفدي، وهو نفسه وزير الداخليه اللي اصدر حل الجماعه اساسا اللي هو محمود فهمي النقراشي باشا. البنا بعد قرار الحل كان بيحاول يتواصل مع النقراشي والعقلاء في الدوله عشان يتدارك الموقف، وكان فعلا في جلسات وشد وجذب لحد ما جه اليوم الفاصل. النقراشي كان مشدد على نفسه الحراسه جدا بعد قرار حل الجماعه خوفا من محاوله اغتيال، موكب كبير وهيلمان حراسه وحتى حراسه عند بيته هو شخصيا والاماكن اللي بيتردد عليها، لحد ما جه
شاب من الاخوان اسمه عبد المجيد حسن ولبس بدلة ضابط الراجل ودخل مبنى وزارة الداخلية بكل بساطة واخد كمان التمام بتاعه وهو داخل ووقف في مدخل الوزارة مستني. وصل النقراشي المبنى يدوب دخل راح مصبح عليه برصاصتين وقتله قدام ضباط الداخلية كله. ما هي ظابط بقى ومحدش خلاص هيعرف يلمها. وهنا بقى كان خلاص قرار نهائي بالتخلص من حسن البنا اللي كان فعلا بعد كل عملية يطلع يتبرأ ويستنكر العمليات دي ويعلن رفضها لحد حتى ما كتب مقالته الأخيرة ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. المهم راح للبنا واحد اسمه محمد الليسي سكرتير جمعية الشبان المسلمين وقال له انه مدعو لجلسة مفاوضات مع الحكومة في مبنى الجمعية. وكان الكلام ده في 12 فبراير سنة 1949. راح البنا هو ونسيبه عبد الكريم منصور المحامي وكانت الساعة 5 المغرب تقريبا. طلعوا قعدوا فوق مع واحد اسمه محمد الناجي. هاتوا خد 3 ساعات ما وصلوش فيهم لحاجة. نزل البنا من فوق وكان الساعي بتاع الجمعية طلب له تاكسي. يا دوب يا مؤمن ركب هو ونسيبه. قبل ما التاكسي يتحرك طلع 2 ملثمين وضربوا حسن البنا 6 رصاصات في انحاء متفرقة من جسمه. بس ولا طلقة منهم كانت قاتلة. اللي في كتفه واللي في دراعه واللي في كف ايده لدرجة ان حسن البنا نزل فعلا من العربية ومسك واحد فيهم. بس مع الضرب طبعا اضطر ان هو يسيبه. وجات الاسعاف بعدها وبعد محاولات مستميتة من الناس اللي واقفة بالاتصال وطلعت بيه على مستشفى القصر العيني. البنا قعد قدام مبنى جمعية شبان المسلمين ساعة بحالها ينزف. ولما وصل مستشفى القصر العيني 3 ساعات كمان بينزف ومفيش دكتور واحد ولا تمرجي قادر يقرب منه. كانت الاوامر جاية من فوق ان محدش يروح له ولا حد يسعفه. ومع اذان الفجر كانت انتهت حياة حسن البنا بهبوط حاد في الدورة الدموية وده طبعا كان بسبب النزيف. واحد من الناس اللي كانت واقفة قدام جمعية شبان المسلمين وقتها كان لقط عربية الناس اللي ضربته بالنار وهربت بيها. وتاني يوم نزل خبر وفاة البنا في جريدة المصري مع رقم العربية اللي الناس هربت فيها. الدولة صدرت الجريدة واتخذت النسخ كلها الا طبعا كام نسخة اتسربت كده. وجي والد حسن البنا استلم جثته واتمنع من اقامة الجنازة عليه فابوه هو اللي غسله وهو اللي صلى عليه وطلع بيه في حراسة مشاركة.